المتدربة مريم الزرعوني بالعام الثاني على التوالي. بمشاركتي في هيئة الصحة بدبي للتدريب الصيفي اكتسبت العديد من المهارات، ومن أبرزها عملي كموظف في قسم الموارد البشرية، مما اكتسبت مهارات تنظيم الوقت وكفاءة العمل بنفس الجودة وضمان استمرار العمل ورفع الإنتاجية ومنها تقليل من الأخطاء، وأخيرا كيفية التعامل مع أخواني المتدربين والعاملين بكل لباقة ومرونة. اسمي أحمد عبد الله العامري. أولاً أشكر كل القائمين على برنامج التدريب الصيفي، وثانياً أشكر كل زملائي وإخواني في قسم الإعلام. هذه ثاني سنة لي في برنامج التدريب الصيفي، وقبل أول سنة استفدت مهارة في التصوير وقررت إني أرجع وأطور مهاراتي في قسم الإعلام، والحمد لله الحين أصور بمهارات عالية وبدقة أكثر عن قبل، وأقدر أمنتج الفيديوهات أحسن عن السابق. اسمي زينب الخوري، وأشكر هيئة الصحة على هاي الدورة الصيفية. استفدت من هاي الدورة وايد أشياء، مثل تنظيم الوقت وتحمل المسؤولية وكيف أتعامل مع المرضى. وأنا لاني في قسم المواعيد اتعلمت كيف أسجل مواعيد حق المرضى وأشوف مواعيدهم المستقبلية. شكرا هيئة الصحة بدبي. 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 شكرا هيئة الصحة بدبي.